بطبيعة معنا يتشرف أي واحد بيش يلعب مريول المنتخب وبيشارك في كأس العالم. إن شاء الله نقدمه الأداء اللي يفرح الشعب التونسي كله. إن شاء الله واحد يقدم المردود اللي يستنى فيه والناس اللي أعطت فيه ثقة، وإن شاء الله واحد يكون في المستوى كما قلت معناها فرحة أول حاجة الشعب التونسي إن شاء الله. شكرا لك. الناس الكل يعرفوا الإمكانيات نتاعك خاصة في الإسبيرونس جابس كيف في أبها. اليوم نستناو في سعد مع المنتخب، وقتاش يمبوزي يروحوا سعد؟ إن شاء الله رب طبيعة الحال، وإن شاء الله واحد جاته فرصة هذه باش يقدم مع المنتخب، إن شاء الله واحد يكون في المستوى ويقدم الإضافة اللي كانت يستناو فيها الناس هذه إن شاء الله.